السلام عليكم. من الجميل أن يحمل الواحد منا قلباً جميلاً. اليوم سنعرض لكم 6 أشخاص يمتلكون القلب الأنبل. لن تتخيلوا ما الذي فعلوه. هذا الرجل حينما كان يرتاد متر أنفاق في مدينة نيويورك في ليلة جمعة، وعلى متن نفس وسيلة النقل كان يجلس رجلاً ضعيف وهزيل يبدو أنه مشرد، وقد كان المسكين قذر ورائحته كريهة لدرجة أنه لم يرد أحد الجلوس بجواره، وقد لاحظ أنه يشعر بالبرد. ومن المؤسف أنه كان يرتدي بنطلون مهلهل وحذاء رث، وفجأة اقترب منه هذا الرجل وأعطاه قميصه، ليكون ذلك الرجل غير مصدق ما الذي يحصل معه، وقد رفع ذراعه الواهنة، وفي لحظة سارع إليه ذلك الرجل وساعده في ارتدائه وأهداه طاقية للرأس، وكرد فعل صغير فقد كرمته بلدية وعمدة نيويورك حارس الفيلة. مع تعب الظهر والعرق على الوجوه يهرع باتريك آلاف الكيلومترات تحت أشعة الشمس لهدف واحد، وهو تجنب موت الحيوانات البرية من العطش بسبب الجفاف القاسي، وهذا ما يعرفه باتريك. ولهذا تحول إلى حارس ينتظره في هذا المكان الحمار الوحشي والفيلة، حيث يعرفون أن وصول الشاحنة بمثابة اللحظة التي ستروي حلقهم الظمآن. وقد خصص هذا الرجل زراعة البازلاء في قريته الصغيرة، ومع ذلك لم يحصل على مكسب من عمله، ولكن ما حصل عليه هو إجلال العالم بأكمله. فقصته وشجاعته تحولت إلى مثال للعطاء، ولهذا قرر المجتمع مساعدته عن طريق صفحة تبرع بالأموال، وبدون شك هو رجل يستحق كل الإعجاب. ملائكة على دراجات نارية. يعتبره والديه محارب صغير، حيث أنه يحارب كل يوم من أجل الحصول على حياة طبيعية. وعلى الرغم أنه يعاني من متلازمة داون، إلا أنه مع ذلك تحولت حالته الصحية إلى نوع من السخرية اللاذعة، حيث ينعته بعض الأولاد في حيه بألقاب مؤذية. وقد خاف والديه أن يصبح التنمر أسوأ في يومه الدراسي الأول، ولم يعرفوا ماذا هم بفاعلين. ولكن قررت مجموعة من الرجال على الدراجات النارية المحلية اصطحابه في هذا اليوم، حيث رافقوه للحماية حتى باب المدرسة وجعلوه كما لو كان ولد قوي ومشهور. وبدون شك لم يعد أحد لفعل تلك التصرفات مرة أخرى، ولم يحصل فقط على أصدقاء جدد، بل اكتسب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي قصة قد حركت قلوب الجميع. شجاعة صغيرة. تبلغ جيتا من العمر 10 سنوات حينما قررت قص شعرها لتتبرع به لمؤسسة خيرية مختصة بعمل شعر مستعار من أجل الصغار المصابين بمرض السرطان. ومن المؤسف أن زملائها في الفصل لا يفكرون بنفس الطريقة، وبدلا من تكريمها على فعلها النبيل بدأوا بالسخرية من شعرها القصير وأخبروها أنها تريد أن تصبح طفلة. وقد أثرت تلك الكلمات فيها وكسرت قليلا من روح العطاء لديها، وأمام قلة الدعم من مدير المدرسة قررت الوالدة التصرف وأنشأت صفحة من أجل وقف التنمر ضد ابنتها. وقد كانت النتيجة رائعة، حيث اتحد الآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت وأرسلوا إلى جيتا رسائل دعم وتضامن. ولكن أكثر ما غمر القلوب بالمشاعر بالرغم من التنمر هو أن جيتا لم تندم على التبرع بشعرها، وأكدت بابتسامة تعلو وجهها أنها ستفعلها آلاف المرات. منقذ الشواطئ. يعرف أفرو شين للكثيرين، ولكن هذا الرجل قد أعاد الإيمان إلى سكان فيرسوبا، واحد من أكثر الشواطئ الملوثة في الهند. وبفضل مجهوده وعمل مئات المتطوعين قد أزالوا أطنان من القمامة من الرمال. ويعد شيء مؤثر رؤية الحب والالتزام هؤلاء الأشخاص، حيث بفضل عمله قد عادت السلاحف المائية لوضع بيضها على الشاطئ، وهذا ما لم يحدث منذ 20 سنة. الحب ناحية الطبيعة وناحية الإخوة والاحترام هم 3 أشياء نحتاجها من أجل تغيير العالم، حيث يمكن تحقيق خطوة إلى الأمام. وأنت، هل أنت مستعد لمساعدة الآخرين؟ ما رأيك أن تساعدنا؟
في نشر هذا الفيديو وأن تساعدنا أيضاً، فنحن بحاجة لك من خلال دعمنا في قناتنا والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك المقاطع الجديدة، وأيضاً زيارة موقعنا الإلكتروني ومشاركة روابطه وموضوعاته في منصات التواصل الاجتماعي. هذه خير مساعدة نطلبها منكم. شكراً لكم وإلى اللقاء. عزيزي المشاهد، نتشرف بوجودك معنا من خلال موقعنا الإلكتروني، المنصة الثقافية الواعية الأكثر فهماً لحاجتكم. رابط الموقع في الفيديو أسفل الوصف.